البرنامج برعاية رامي. نعم الطريق مباري من تصعب لباطي ما معيد جامي ثبت لبرا نحبك ديما تكون باطي للبنجة متراطي بس ما كبرين الفوقة في السماء جي في لارسة بيبي لا حابتكم في الطاب مهما وشي قبلكم ريدي كمل عندك دير الطاب اختم ديما نهار وليل جي من الليل مع نهار حابك تمشي في درب الأبطال بتطلع في الفوق مع الكبار مهما المشاكل بنهار نحبك تطلع لقار بعد اختحب كونترا طاقت الهاطاك لطيحة فلار جي من الديبار حبك تبقى تكون باطي بيع تربح لبطاع فلوفان شي كلاو فيك دوار نهما تباطي بالبنجة متراطي بس ما كبرين فوق في السمار مساء الخير جمهورنا الرياضي كما عودناكم في برنامج درب الأبطال درب الأبطال يتواصل معكم للموسم الثالث وقلنا لكم في درب الأبطال راح يكون كاينين بزاف المفاجآت مفاجأة هذه المرة هو التألق عديد من الرياضيين وشرفوا الجزائر في أكبر المحافل الدولية وكذلك كاين رياضات أهدت الجزائر ميدالية عزاز علينا وعزاز على كامل الجزائريين بدون إطالة مشاهدي الكرام نخليكم تكتشفوا الرياضة اللي أهدت الجزائر زوج ميداليات أولمبية ألور تبعوا معنا رياضة مصارعة آسيوية يابانية المنشأ تحديداً مبدأها طرح الخصم أرضاً مسكه وشل حركته وتقوم على الاستخدام الرشيد والأمثل للقوتين العقلية والبدنية معاً هي الجودو هو فن قتالي طوره الأستاذ جيغورو كانوشيهان عن الجوجوتسو القديم مع نهاية القرن التاسع عشر وعرف الكثير من القواعد والأنظمة التي طورته مع مرور الزمن تخضع عملية تحديد الفائز في نزال الجيدو على نظام التنقيط وتمنح النقاط تبعاً لنوعية الحركة المعتمدة في التحكم أو في إسقاط الخصم وبشكل عام يحتكم الجيدو إلى أربعة علامات أساسية الإيبون وتساوي 10 نقاط والوزاري وتقابلها 7 نقاط اليوكو وتحتسب بخمس نقاط والكوكا وتقابلها 3 نقاط اعتمد الجيدو في الألعاب الأولمبية منذ دورة طوكيو 64 لكنه غاب في الدورة الموالية بمكسيكو عام 68 وابتداء من دورة ميونخ 72 لم يغب بعدها أبدا وقد سبق الجيدو الرجالي الجودو النسوي الذي لم يسجل حضوره بهذه الألعاب إلا بعد 28 عاما وتحديدا في دورة برشلونة 92 ويمثل الجيدو اليوم واحدا من أشهر الرياضات عبر العالم بعد ما شفنا الفيديو الخاص برياضة اليوم اللي هو رياضة الجيدو بالمناسبة نحيي كامل الرياضيين تاع رياضة الجيدو ونحيي كذلك الرياضيين تألقوا اللي مدوا ميداليات بيان للجيدو اللي هو سوريا حداد ميدالية أولمبية وكذلك عمار بن يخلف بلا ما ننساو اختنا سليمة سواكري اللي قدمت الكثير للجيدو الجزائري واليوم الانفيتي تاعنا اللي هي مريم موسى مساء الخير اللي هي تلميذة تاع سليمة سواكري نقول لك بارك الله فيك يعطيك الصحة أنا كلبيتي الدعوة وعطينا كلمة خفيفة البرنامج درب الأبطال ديجا أنا متابعة وفية للبرنامج درب الأبطال مستوى توب يخليك تتعرف على رياضيين الجزائر يعني ربي يحفظك احنا ثانيكم بك هذيك الصحة بارك الله فيك احنا ثانيكم نقول لكم حابين تعرفوا أكثر وأكثر على ضيفة اليوم ما عليكم غير تشوفوا هذا الفيديو تابعوا معايا Thank you.
المصارعات التي صنعن ويصنعن الزمن الجميل للجيدو الجزائري، إنها مريم موسى. في عمر 29 تمتلك الجزائرية سجل تتويجات محترما استهلته منذ نشاطها في صفوف الفئات الصغرى وتمثيلها للجزائر إفريقيا اعتبارا من 2005. تزداد حلاوة التتويج إذا كانت على الأرض وأمام الجمهور، ومريم موسى استشعرت بالتأكيد ذلك عندما حققت لقب الألعاب الإفريقية بالجزائر عام 2007 وفي وزن أقل من 48 كيلوغراما. أدرك القائمون على اللعبة الجزائرية حينها أهمية الوقوف خلف الرياضية، فخاضت الآخرة منافسات عدة أخرى تمكنت من فرض نفسها فيها على غرار الألعاب العالمية ببانكوك التي عادت منها بالبرونز. مثلت موسى الجيدو الجزائري في أولمبياد بكين 2008 وتخطت في الدور الإقصائي الجابونية ساندرين إيلاندو قبل أن تنهي الألمانية ميكاييلا باشين الحلم الأولمبي لها لذلك العام وبحركة وزاري، فاستأثرت باللقب الإفريقي بعدها في بورت لويس عام 2009. وفي 2010 سجلت الجزائرية إحدى أهم وأكبر إنجازاتها بتحقيقها لبرونزية الجرون سلام بباريس. في 2016 عادت مريم موسى إلى الواجهة بحصدها للميدالية الفضية للبطولة الإفريقية بتونس قبل أن تستعيد بريقها وبريق الذهب الإفريقي في أبريل 2017 من مدغشقر، لولا أن الحظ لم يسعفها في الذهاب بعد ذلك بعيدا في البطولة العالمية الأخيرة للجيدو بالعاصمة الهنغارية بودابست. تلك كانت الخطوط العريضة، ولتفاصيل مسيرة مريم موسى في عدد اليوم درب طويل. كان هذا الفيديو الخاص بالبطلة الإفريقية مريم موسى، قل الله يبارك يعطيك الصحة. لكن بديت على درب الأبطال، نظل التقرير تاعها شفتوا بلي مريم موسى عندها بزاف ألقاب، نخليها هي دوكا تحكي لنا على الفيديو تاعها في الرياضة كيفاش كانت. أولا نشكرك على الاستضافة حمزة، يعطيك الصحة. حصة طب في القمة. البداية تاعي كانت أنا كما يخبرك بلي الوالد تاعي كان يعني الله يبارك بطل ومدرب سابق للمنتخب الوطني. بدايه الحيوه هاي سلمك، البدايه تاعي كانت معه، هو اللي اكتشفني، شافني كنت نحب نضارب. كنت صغيره ضربتي قابلت الحمه، راهم يشوفوا فينا دركا غير يقولوا لهم سمحوا لنا، يسمحوا لي نقول لهم دركا جات لو كازيون باش نطلب منهم السماح. فوالا كنت صغيره، كنت يعني نشيطه الطاقه ايجابيه هذيك. بون دخلت كنت نشوفه يروح ينطريني بزاف في النوادي، كنت حبيت ندخل انا ثاني ندير جيدو. قال لي راكي متاكده؟ اه. قلت له ندخل انا غير جيدو اللي نديرو. صح. وقتاش بدا يولي عندك مشوار في شي؟ وقتاش انت بديت تحس الالقاب بطوله وطنيه ولا بطوله ولائيه ولا بطوله عربيه ولا بطوله افريقيه؟ انا كي كنت في صنف اشبال ديجا كنت خرجت بطله عربيه، ومن بعد التحقت بالمنتخب الوطني اكابر، وليت نروح معاهم يعني كنت كادت وفي ليكيب ناسيونال سينيور. الله يبارك. كنت كادت وبداو ديجا نروح معاهم بطوله افريقيه تربصات، يعني لقيت ديت بلاستي وقدرت نندمج معاهم الحمد لله. تحصلت على عده القاب وطنيه افريقيه عربيه عالميه في بطوله العالم الجامعيه. الله يبارك. عندك جوج ميداليات برونزيه. الله يبارك. والميداليه البرونزيه في جائزه الكبرى باريس هي غران بري. لو غران بري معروف تاع شامبيون العالم. احكي لنا على 2008 وان كان الجزائر كان عندها زوج ميداليات اولمبيه، وانت كنت لحقتي حتى التروازيام تور، وقالوا لنا كاين جيني. والله يبارك فيك. الالعاب الاولمبيه تاع بيكان يعني كما نقول لك اكسبيريونس وحدها، سورتو كي دينا فيها ميداليتين اولمبيه تاع عمار بن يخلف وسوريا حداد، يعني كانت منافسه وحدها. كانت اكسبيريونس ليا باسكو كنت صغيره، كنت جونيور، وديجا كي لحقت تكاليفيت الالعاب الاولمبيه هذه حاجه كبيره بزاف. وزدت مشيت في المشوار يعني حتى لحقت حتى الدور الثالث الحمد لله. يعني من تم حطوني في صنف الاكابر، يعني تخشي بعدوني على الصنف، صوتيت للزيطاب. تما تقولي بلي زعما ما مشيتيش في الجينيور باسكو كان عندك مستوى عالي في ما كنتش ندخل معاهم تربصات في الجينيور، كانوا يدوني ديريكتومون لي ستاج مع لي سينيور. كي تكون كومبيتيسيون نروح، ترى لي من داك نكون تخشي لونشيني ندير شامبيون دافريك جونيور، منا يومين ولا ثلاثه نعاود نروح شامبيون دافريك سينيور. صح. وطواش كنتي ديري ولا لا؟
بون كنت ندير كي كنت صغيره، بعد اون فوا دخلت للسبور وكامل لا كونترير وليت كالم زين الحمد لله. نمشيو ل 2011 وكنت درتي حاله حتى في قناه اجنبيه مريم برومي تور طيح مع اسرائيليه وما حبيتيش تجوزي معها، احكي لنا على المرحله هذيك ولا على الكومبيتيسيون هذيك فاش تجوزتيها. شنو نقول لك، تما كان عندي تربص باسكو تربص بإيطاليا. بايطاليا ودوره مؤهله للالعاب الاولمبيه، يعني كما حنا نقول لك دوكا لازم دوره تاهلك للالعاب الاولمبيه. بارك الله فيك. هذه كانت مؤهله للالعاب الاولمبيه، نسوء الحظ تيراج وصار برومي تور اسرائيلي هي الالعاب الاولمبيه بات 2012 اللي انت متحمل. ما انا ما شاركتش فيها، ما شاركتيش باسكو تحت مع اسرائيليه. كان هذه الدوره كانت مؤهله صافي تكاليفيك للالعاب الاولمبيه، ومن بعد برومي تور نطيح مع اسرائيليا. بون حنا كما يعرفوا كاع الشعب الجزائري ما نعترفوش بدوله اسرائيليه بوجود دوره اسرائيليه. انت كنت جوست في واحد في 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 في, في قنوات اجنبيه وكانوا قالوا باللي كنت شفتيها مش عارف، حكينا لا فيريتي او الجمهور تاعك حكينا لا فيريتي والسرا اكزاكتومون في هذيك لا فيريتي. هذيك يعني كما نقول لك مكيده من جهتهم، يعني هي ما صارت حتى حاجه، يعني انا ما كروازيتش مامبا هذيك لاتليت، ما شفتهاش مامبا. يا صح دست فلاشان تاعهم وقالك بلي انا تعديت على الرياضيه وكامل، انا ما تعديتش عليها يعني ما شفتهاش مامبا. انسحبت فقط من المنافسه، ما درتش الميزان باش ما نواجههاش في اول دور. ساعدوك كي تخمم بوز الالعاب الاولمبيه اللي راهم جايين 2020 اللي راح يكونوا في طوكيو. مون اوبجيكتيف هذاك هو الهدف تاعي. بديتوا لي كاليفيكاسيون مازال؟ بدينا وي خلاص بدينا بشامبيونا دافريك هادي. الحمد لله تحصلت على ميداليه ذهبيه ربحت فيها 700 نقطه. الله يبارك. شحال لازم لك من نقطه باش تاهلي الالعاب الاولمبيه؟ هي لازم تكون في التصنيف العالمي من ضمن 16 الاولين. شحال راك دوكا؟ انا في الترتيب الاولمبي راني 15. الله يعني بارك. في كالي في حد الان. هني كالي في ولا دعي ولا ان شاء الله برك في هاد العامين اللي بقاو يعني نقعدوا في هاد المستوى ونزيدوا ونطلعوا الفوق باش كي نروحوا ماشي غير مشاركه باش ندوم بين داديات ان شاء الله. لي دول تاعك في رياضه الجيدو شكون؟ سليمه صفاكري. اللي راكي تلميذه عندها. اللي راني سليمه صفاكري نحييها نقولها يعطيها الصحه بزاف، اللي وقفت معايا في مواقف بزاف صعبه، يعني كنت محتاجه ليها وقفت معايا حتى في لو بلو مورال. سليمه صفاكري بسيكولوج، انا نقولها بسيكولوج. الله يبارك المسافر نحييك اختي نقول لك بارك الله فيك على المجهودات اللي راكي تقدميها للجيدو الجزائري وخاصه البطله تاعنا. اول واحد يجي في بالك تعرف من صوت التتويج؟ عائلة تاعي. خويا زعما عنده الفضل هذا الانسان وقف معايا هو اللي صنع مريم ناصر. الوالد دانييرمون صرات لي في شامبيون دي موند نضارب ومن بعد لا سيغتان مريم موسى تقول لكم ضارب صح تضارب راكم شفتوا هذا الفيديو مريم موسى صح تضارب. دونك طلعت في الطابي حاجه الاولانيه تقول شي كي قالنا لاربيتر ماتي باش نسقموا لي سانتور بالخف جاني الوالد لي سانتور اللي راهم يشوفوا فينا كاع كشفوا هكا تحوس على السانتور هذه. وي مانيش اليز ما كاش كيمونو سبته مانيش اليز. الشغل المنزليه تقوم بها ولا لا؟ وي صعبه نقوم بها ومام الطبخ صعبه نسلكها. هاي تعرف طيب باش تكونوا عارفين بعيدا عن الرياضه بعيدا عن اشغال تاع الدار واش دير مريم؟ مهندسه الدوله في التخطيط والاحصاء. الله يبارك خدامه كيبيا. حاليا مانيش نخدم باسكو ما نقدرش نخدم وانا في المنتخب الوطني، ما باسكو على عام رانا تربصات على عام صافي. اذا ما واجهتك الصعوبات في الدراسه كي تدي الدبلوم ما كاش كيفاش تخدم، ما كاش ما نقدرش باسكو كي تروح الخدمه يقول لك انا ما نقبلش تروحي شهر ديبلاسمون تعاودي تولي تعاودي، يعني ماذا بينا احنا تقولي الدوله تلقى لنا حل سواء اللي راهم يقراو سواء اللي تحصلوا على كاين ان ترافاي دو كولابوراسيون فوالا اكزاكتومون الرياضه والتعليم باش كيما انا دوكا عندي مهندس دوله وما نخدمش بعد تجيني صعيبه دوك كي نكمل لا كارير سبورتيف تاعي باش نلقى خدمه باسكو بزاف. فكريني في العام اللي انت في الطياره تريفيزي باش تجوزي الباك هذيك باش نقول لكم برك باللي حاجه باللي الرياضيين تقدر تقرا تقدر تكون سبورت تقدر تكون شامبيون تقدر تجيب الباك تاعك اكزاكتومون. انا حابه تفهمي الجمهور تاعنا اللي راهو يشوفونا برك الحاله اللي عشتيها تاع كنتي تقراي وكانت عندك كومبيتيسيون كيفاش وفقتي ما بين الباك ديالك ولا كومبيتيسيون؟ انا كاين حاجه نحب التحدي، انا كي ندير اوبجيكتيف نحب تكون صعوبات، انا تما نستمتع صافي. كان عندي باك ما عنديش شامبيون دافريك جيت من شامبيون دافريك لي ريفيزيون تاعي كاع في لافيون الطياره يشوفوني ديجا كاين ناس كانوا يقولوا لي تجيبي الباك
امبوسيبل يقولوا لي شحال جبتي لا 13 مالا ما عندك حتى حاجة يا ما كاش عذر ما عندكش عذر تقدر تقرا تجيب الباك تاعك تقدر تكون شامبيون برك لازم لك تحدي الإرادة مريم احنا في برنامج تاعنا دائما عندنا ميساج يخرج من القلب مني انت يا هاي الكاميرا ديالك واش تقولي كامل الجمهور اللي قراو معك كامل اللي يحبوك اللي يعرفوك اللي ما يعرفوكش عبر الكاميرا تاعك نقولهم كامل اللي يعاونوني واللي وقفوا معايا ساندوني في مشواري الرياضي نحييهم ونشكرهم بزاف بزاف والشعب الجزائري كملوا شجعونا دائما باش تشوفونا في اكبر المحافل الدوليه ان شاء الله ونشرفوا الجزائر احسن تشريف ان شاء الله ونرفعوا رايه الجزائر واحنا في البرنامج درب الابطال تاعنا نقول لك بارك الله فيكم مزيدنا التالق والنجاح مي كاينه حاجه لازم تعلمينا لاباس تاع جيدو اسمع حمزه عثماني مع مريم موسى راح نتعلموا لاباس تاع جيدو ونعرف كيمونو تبعني ولا ما خلاص دوك فوق الطابي نشوفو على ربي على ربي قالوا نتلاقاو في لاصال دو سبور رانا الحق على الصاله وانتم طالعين مريم انا نشوف لاي بالك كاين امبيونس لي جان لي جان هادو بيان ماهمش بيان مي اونترينيو كاين لا رولاف ولا ما كاين لا رولاف لازم برك بريزون شارج وان شاء الله يحقوا نتائج ايجابيه ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق كامل الرياضيين اللي مارسوا رياضه جيدو ما تفشلوش كملوا في جيدو فهمنا تعلميني لا باس تاع جيدو فهمنا ودوك نبداو بالتحيه قبل بعد لي شوت تحيه هكا ايوا من بعدها من بعد نديرو شويه لي شوفمون لازم لي شوفمون بيان سور ومن بعد لي شوت ومن بعد نعلمك لي تكنيك الوغ دوكا نروحو نديرو شويه لي شوفمون ونتعلمو لي تكنيك دو باس تاع جيدو اوكي ايا ليتس جو تبعونا انا نعطي لك لانو تاعك قبل ومن بعد شحال على 10 7 مدلك 7 على 10 لي تكنيك دو باز درتهم مليح لا تري بيان بور لو بروميير انترينمون راك طوب اكون شفتوا لي تكنيك دو باز درنا مع مريم بطله افريقيه نقول لكم انتم مازالك تقدروا تتعلموا لي تكنيك دو باز حاجه سهله خفيف ظريف مريم اي رياض اللي حضر المستوى العالي بطوله افريقيه ولا بطوله عالم ولا العاب اولمبيه اللي هذا هو الاوبجيكتيف تاعك واش تقول لنا كلمه علمكم الغذاء المكمل الغذائي ولا المكملات الغذائيه حاجه لازمه لكل رياضي يكون في المستوى العالي باش هذاك الجهد اللي بذلو في التدريب ولا في لا كومبيتيسيون يعاود يريكيبيري به حاجه تعاون بزاف الرياضي وانا نقول لك بارك الله فيك وبارك مزيدا من التالق والنجاح يعطيك الصحه ان شاء الله نشوفك في بوديوم
بطلة أولمبية في 2020 اللي راهي جاية إن شاء الله. قبل ما تروحي قولي كلمة أخيرة للجمهور ديالك. نقولهم يعطيهم الصحة دائما يشجعوني، وإن شاء الله نوعدهم في مختلف المحافل الدولية بميداليات أخرى إن شاء الله. وأنا نقول لكم يعطيكم الصحة اللي تبعتكم، نطلع إن شاء الله الأسبوع القادم مع رياضة واحدة أخرى وهو بطل كالعادة في درب الأبطال. أنت حتى أنت تقدر تكون هكذا، أي رياضي ولا أي بطل تبين تشوفوه معنا في درب الأبطال، ما عليكم غير تراسلونا عبر صفحة الفيسبوك اللي راهي تظهر أسفل الشاشة. قبل ما نقول لكم على خير، خليكم أنتم تتفرجوا أهم أخبار تاع الرياضيين الأخرين، تابعوا معنا. فاز الدراج الجزائري حمزة ياسين من نادي المجمع البترولي بالمرحلة الثانية لدورة الجزائر الدولية للدراجات التي جرت فعاليتها الخميس بين تقرت وورقلة. الدراج قطع مسافة 123 كيلومتر في توقيت قدره 3 ساعات 49 دقيقة و5 أجزاء من المئة، متقدما بذلك على الأوكراني هولوفاش أولكساندور والتونسي علي نويسري. توج كل من الملاكمين محمد فتحي مراتية وحكيم عكرمي وعويسي الأخضر بن علي بلقب البطولة العربية للكيك بوكسينج التي جرت فعاليتها الأسبوع الماضي بالعاصمة الأردنية عمان، وجاء تتويجهم في اختصاص الفول كونتاكت وفي أوزان 51، 75، و91 كيلوغراما على التوالي. توجه الجمعة 8 مصارعين و4 مصارعات في ريادة اليوسكان بيدو القتالية للمشاركة في بطولة العالم للعبة بتونس، ويتعلق الأمر بكل من مولود بن نوار، فؤاد كلاخ، جمال آية عمار، هاني وعمر، إسلام إغلاغا، عبد الرحمن الشفون، مصطفى ترشونت، ليديا يحسين، نسمة بجريبة، زهراء بومجماجم، وسارة عاشوري. نحبك ديما تكون باطي من بلو جامي تراطي باسمك يبريل فوقه في السماء جي في العرسة بيبي لا حابتكم في الطاب مهما وشي قبلكم ريدي كمل عندك دير الطاب اختم ديما نهار وليل جي مام الليلة مع نهار حابك تمشي في درب الأبطال بتطلع في الفوق مع الكبار مهما المشاكل بنهار. قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. رامي احكي مليح.